تسلم مكتب وزارة التعليم الفني وتدريب وادي حضرموت والصحراء أجهزة ومعدات طبية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ضمن مشروع التدريب المهني ودعم مهارات الأعمال المنفذ بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر. وتعرف وكيل حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء عبد الهادي التميمي ومعه مدير مكتب التعليم الفني والتدريب المهني محبوب أمان ومدير الوحدة التنسيقية بمركز الملك سلمان بحضرموت عبد العزيز باوزير على مكونات المشروع وطريق عمل طريقة عمل المنظومة وسعتها وطاقتها التشغيلية والمواصفات الفنية. وعبر الوكيل التميمي عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية حكومة وشعبا لتدخلاتهم المستمرة في كثير من القطاعات، لافتا إلى أهمية المشروع في تمكين الشباب وتعزيز الأبحاث والدراسات في مجال الطاقة المتجددة.